المجلة الصحية. المجلة الصحية مع نزيها الزارعي. مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات اذاعه تونس الثقافيه في هذا الموعد المباشر من المجله الصحيه. كالعاده المجله الصحيه تنطلق الان، تتواصل حتى حدود الساعه الخامسه. نذكروا بموقعنا على شبكه الانترنت www.radioculturel.tn، رقم هاتفنا 71 844 600. البارح كان هو يوم خاص، ما نقولوش احتفال، انما التحسيس بمرض السيدا او فقدان المناعه المكتسبه اذا كانت التسميه صحيحه. معنا اليوم في استوديو 6 الدكتورة هيفا بن مريم، طبيبة مختصة في الطب النفسي والاضطرابات الجنسية، كذلك عضو بالجمعية التونسية للطب الجنسي. مرحبا بك دكتورة، عايشك. كذلك باش تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة ريم بن عبد الملك، مختصة في الأمراض الجرثومية، باش نحكيو على كما قلنا على السيدة، وخاصة باش نركزوا على الجانب النفسي لأنه مهم جدا، لأنه مريض السيدة أحيانا يجد نفسه في عزلة، يجد نفسه مرفوض، كيفاش نجمو نتعاملوا معها. أيضا العلاقات الجنسية بالنسبة لمريض السيدة راهي مش معناها يتمنع ويحرم روحه من أنه يعيش بشكل عادي، راهو ينجم يواصل علاقتها الزوجية بشكل عادي، لكن مع احتياطات ونحكي عليها مع الدكتورة هيفا بن مريم. نستمع إلى هذا النغم ثم نعود. كان هذا كاظم الساهر في المجلة الصحية على موجات إذاعة تونس الثقافية. نذكروا بضيفتنا معنا في استوديو 6 الدكتورة هيفا بن مريم، طبيبة مختصة في الطب النفسي والاضطرابات الجنسية، عضوة بالجمعية التونسية للطب الجنسي. دكتورة، إذا في انتظار أنه تلتحق بنا عبر الهاتف الدكتورة ريم بن عبد الملك، نتحدث على الجانب النفسي لأنه ديما نقول مهم جدا، لأنه في النهاية إذا كان مريض عنده مرض السيدة حاجة تمت وسيل لازم يقبل بها ويتعامل معها. كيفاش يتعامل معها هذية أكيد نقطة مهمة جدا. خلينا نشوفوا كيفاش مريض السيدة يحس، معناها وقت اللي يكتشف المرض كيفاش يتعامل مع حالته. صحيح، الشخص اللي يحس بروحه اللي هو صار له دياغنوستيك بتاع الانفكسيون بتاع السيدة ينجم يمر ببرشة حالات، ينجم يمر بحالة الخوف. خوف لأنه ما عادش عنده نظرة مستقبلية، لأنه الخوف من الموت. ينجم يمر بحالة عدم القبول، رفض يعني رفض المرض. وينجم يمر فترة غضب مع إحساس بالذنب، خاطر يقول خليت روحي، أنا وصلت روحي باش نمرض بالمرض هذا. وأكثريتهم برشا مرضى بالسيدة يمروا بفترة كآبة، يعني ديبريسيون. معنى هذه أكيد أي حد مريض بالسيدة يمر لا بي. مش أكيد، مش كلهم. هذا الأكثر نقول الأغلبية، مش الأغلبية، مي العبيد اللي يبدأوا عندهم سماع يغزر لهم لانتوغاج متاحهم، العائلة متاحهم قبل تولي، سماع يغزر لهم لانتوغاج متاحهم، العائلة متاحهم قبل تولي. معناها برشا ظروف يخليوا الشخص اللي يمرض بالسيدة ينجم يصيروا ديبريسيون. هذا هو بالنسبة لحالتهم النفسية. يمكن لنا أنت قلت ممكن يحسوا رواحهم يحسوا بالذنب، بالنسبة اللي هو ربما بين ذفرين، هما اللي كانوا تعمدوا ولا وصلوا رواحهم. أما فما ناس اللي هما ضحية، معناها فما ناس صارت لهم علاقة جنسية مع حتى نساء، خاصة مع رجال متزوجات يعني رجالهم تلقاهم عندهم المرض هذا أما مش فايقين به، ولا فايقين به وما قالوش لزوجاتهم، وتصير علاقات جنسية مش محمية ما غير وقاية، ونساء يلقاو رواحهم عندهم المرض هذا يقولوا هما ما عملت ليدنا لساقنا، معناها يعني ضحية في النهاية. وهذايا زادة عامل مش تصير لهم هالدبريسيون هذي، يعني مش تصير لهم النظرة التشاؤمية للمستقبل، شواليو يحسوا رواحهم مش عايشين. معناها كيف ما قلت انت بكري يستناو في الموت، اما مش صحيح، معناها راهو يبرا، معناها عندهم الدواء ممكن يعيشوا به ويعيشوا حتى لسنوات طويله. صحيح، احنا المشكله اللي هو فما مونك دانفورماسيون، اللي هو معناها المعلومه ناقصه برشا، خاطر توا معناها في اواخر الثمانينات في اول التسعينات تقدم الطب، ولا فما برشا ادويه يعني مش نقولوا تداوي، اما تخلي المريض بمرض السيدة يعيش عادي ما عنده حتى مشكله. المهم ياخو الدواء متاعه في وقته وفي النهار وما يقصش عليه.
ينجم يولي يخدم، ينجم يعرس، ينجم يجيب صغار، هذا كل ممكن. يعني ممكن تنقلوا عليهم بعد كيفاش ينجم هذا الكل، لأنه معنا عبر الهاتف الدكتورة ريم بن عبد الملك مختصة في الأمراض الجرثومية. مرحبا بك دكتورة. جس حبيت نصحح اسمي، حتى اسمي ريم عبد الملك. مش بن اوكي باهي واضح. الدكتوره ريم عبد الملك، مرحبا بك دكتوره. باهي دكتوره، احنا كنا نتحدث مع دكتوره هيفا بن مريم مختصه في الامراض النفسيه والاضطرابات الجنسيه، نحكيوا على الجانب النفسي. قلنا راهو ينجموا يعيشوا عادي، ينجموا يبرو. احنا قبل ما نوصلوا للحاله اللي يمكن يكتشف فيها المريض انه هو مريض، شنو تنجم تقول على المرض هذا؟ عندكم شي احصائيات مدى انتشاره الى غير ذلك؟ بالنسبة للعالم حسب التقريب فما 40 مليون شخص يعيشوا مع الفيروس نتاع السيدا. بالنسبة لتونس، من أول نهار شفنا أول حالة في ديسمبر 85 اليومنا هذا، عنا أكثر شوية من 1900 حالة، منهم 1300 عايشين. عنا تفيكا تبكي كلكو زادي، لاحظنا اللي بالنسبة بين رجال ونساء بدت تقارب. أما أكثر سامحني دكتورة، رجال أكثر. أما توا بزوز عن بلو نقولوا عنا اون فيمينيزاسيون دو ليبيديمي، خاطر او فور اي مزور دو ليفوليسيون قاعدين نشوفوا في النمبر دو فام كي اوغمونت. يعني علاش هذا؟ زعما في التحرر نحكيه، وفي العلاقات، تطور المجتمع مثلا؟ لا، هي سي بلوري فاكتوريال، خاطر من الاول كي بدات لانفكسيون VIH في تونس كانت اغلب الوقت جايه مع عملنا بالخارج ومع الرجال اللي تحرق وتستعمل الدروغ برا في ايطاليا ولا في فرنسا ولا في المانيا وترجع للبلاد. دونك هذوكم كانوا لي بروميي كام تاعنا، بشوية بشوية عدوا ينسيهم، وبعد شوية تحرر في الحياة الجنسية في تونس اللي حالية اللي عنا تويكا نمبر دو فام إكيفال نمبر دو مي فما زادة النساء اللي تعباو في ليزاني 80-90 من الرجال هما بداو توا يظهروا في المرض نتاعهم، إذا راجلهم ما قال لهمش اللي هو مريض، وإذا هو بيسر ما جاش عدى. وفما شكون ما يعرفش ديجا؟ عباد زيت رجعت من الاول من ايطاليا وفرنسا وما حبش تقول اللي عندها المرض هذا، خاطر كانوا خايفين على الاخر من نظره المجتمع. دونك خبيو عن الناس الكل، دونك فما عباد اللي كيما قالت شويه الدكتوره كانوا ضحايا، خاطر يعتبروا رواحهم ما عملوا حتى شيء غلط، ما يلقاو رواحهم مرضى بمرضى اللي المجتمع خايف منه شوي. باهي دكتورة، خلينا نحكيو على السيدا كمرض، معناها وقتاش يصير، وقتاش ينجم يكتشف الإنسان، ولا فما شكون شاكك في روحه هل ينجم يكتشف من خلال أعراض وإلا صعيب شوية؟ هو المرض يتعرض لجوز رقبة عينة معروفة، العلاقات الجنسية الغير محمية، معناتها رجل وإلا مرأة مش يعمل إيلولاسيون سيكسوال يلزمو يلبس بريزرفاتيف. إذا يحب يحمي روحه ضد الأمراض المنقولة جنسيا للكل يلزمو يلبس بريزرفاتيف. نعم بالدم لمالوغوزمون عندنا برشا توكسيكوماني ايزالي دخلت في البلاد وقاعده اسانستال من الثوره، معناها زادت كثرت بعد الثوره عن طريق الحقن ولا الدروغ نقولوا. اي عبر الحقن والدروغ عندنا ثلاثة امراض يجمو يتسوا على الاخر في البلاد اللي هما ليباتيت بي سي والانفكسيون في اش. بالنسبه للاعراض، الاعراض معناتها ما تنجمش من الاول تكون واضحه، خاطر اي مرض انفكسيو فيه ثلاثه بيريود، في مو انفكسيون ما يظهر حتى شيء حاجه ايفيدنت. حتى بالتحاليل دكتوره، حتى بالتحاليل كي تبدا في المرحله الاولى ما تظهرش ولا بالتحاليل تظهر؟ بالتحاليل اذا عنده شك كبير في روحه، خاطر يعرف روحه وعمل برشا علاقات جنسيه غير محميه مع عده ناس، والا انه الى ايشانجي دي سورانغ مع عباد برشا، إذا يشك حتى في المدة الأولى نجم نلقاو المرض. لأغلب الوقت الناس ما تخممش، دونك ما يظهر عليهم حتى أعراض من الأول. وقتاش نبداو نشوفوا ونشكوا في المرض؟ يبدا سي استفحل شوية في الدم، مش نلقاو بوفتان كيما عند الصغار. بوفتان شنو معناها؟ سامحني دكتورة، قلت لي بوفتان معناها يظهر في يعني حاجات في الفم جلدية. استفحل شوية في الدم. واضح. دونك هما على الناس اللي اذا نراوهم يلزم نخمو. ذكرنا في العلامات دكتوره بربي كان تسمح. فما بوفتا اللي كونديدوز اورال معناتها لو نوغي كيما راوه عند لي بيبي، المثال الكل تعرفوا.
فما جرين شوف مزمن فما قلة الشهية فما ضعف فما أمراض رئوية بطريقة متعددة معناتها يبرى منا يعاود يمرض من هنا بيان سور واحد يعمل مرض السل يلزمنا نحمو ولو أنه مرض السل في بلادنا ما هوش مربوط بالVIH ريكومونداسيون تاع منظمة الصحة العالمية إذا واحد يعمل توبركلوز يلزمنا نلوجو على الVIH كمان فما أمراض بارازيتير و دي شامبينيون اللي هي خطيرة شوية وغراف فما أمراض كيما مثلا واحد يبقى عنده قشرة برشة في وجهه وديما ديما ترجع له هكية دكتورة اللي عندهم بشرة جافة باش يخافوا أي اللي هما حاجة متعودين بها اللي عندهم البشرة اللي بغراف لكي تبدأ تخيز التعنزو إذن ما نخافوا شوية ونحاولوا نشوفوا عليه واضح هذوما الأعراض بالنسبة للأعراض دكتورة به قلنا بوفتام جريا نجوف قلة الشهية الضعف أمراض الرئوية مرض الصل والفطريات والقشرة الشيحة الجافة برشا معناها هذوما أبرز العلامات اللي كيف يتقدم ظهر العين نجم أقول لك معناتها فما عدة أمراض وعدة علامات اللي يلزم الأطباء هما اللي يشوفوهم وفما التحاليل زادا كيف كيف ديما نذكروا انه باهي دكتوره وقتاش يلزم فما الدواء اللي هو اسمه الدواء الثلاثي وقتاش يستعملوا في اي مرحله الاولى الثانيه ولا الثالثه وشنو مدى فعاليته؟ هو بالنسبه للعلاج الثلاثي من يبدا عام 96 البرونوستيك نتاع السيدات بدل كومبليتمون قبل 96 كان مرض نجم نقولوا عليه قاتل هو ولا مرض مزمن كأنه مريض بالسكر ولا بغرز الدم ياخذ في دويه إذا ياخذ دويه منيح يعيش صحة حتى سامحني دكتورة بربي دكتورة سامحني حتى لو ظهرت عنده العلامات اللي تحدثت عليهم أنت معناه نجم ياخذ الدواء حاجات ما أخطر من هكيك الفضي ياخذ في الدواء الثلاثي وياخذه بصفة منتظمة ويكون قابل هو للدواء وهو طالب أنه يداوي عم تجمش تفرض على واحد بسيف أنه يداوي خاطر الدواء يقلق شوية هذاك يعيش عادي يرجع يهز تحته كم يفوه حتى العلامات اللي كانت عليه الكل تتنحى يزم يعمل سبور يخدم يعرف يجيب صغار يعمل دي بروجي دافنيغ معناها يرجع كنيس الكل واضح ما عندوش حاجة متقلقه ولا تحطه متقلق به سامحني دكتورة فما ديما احنا نعرفوا اللي مرض السيدة عنده علاقة بالمناعة معناها مناعة الجسم تضعف الناس اللي يتناولوا في الدواء الثلاثي هذوما إذا كان صارت له جريب ولا صار له التهاب في أي مكان ممكن يبرى منه ولا وقتها نقولوا راهو الجسم سيما عاش نجم يقاو هو أفات الفيروس علاش يطيح المناعة خاطر هو إفتاك وجنرال دو لارمي دو لورغانيزم احنا عندنا الجيش نتاعنا اذا نجمو نحكيو هكايا مع الجيش نتاعنا عنده جنرال وشيف دي زارمي اللي هما لي نافوسيت تي 4 الفيروس يقتلهم دونك توتي الجيش بنزيون قياده ما يجمش يعمل مخططات حرب ضد الجراثيم كي انا نعطي تري ثيرابي اللي هو العلاج الثلاثي مش نقتل الفيروس اللي في الدم الكل انا فما بلايص ما نجمش نوصلهم بالدواء اللي نسميهم المخازن نتاع الفيروس ويوليو خلايا نتاع المناعة يرجعوا عاديين الموال والساس ترجع تخدم عادي دونك ترجع المناعة نورمال اي الانسان يعيش عادي مي اتونديسيون ياخد تري ثيرابي نتاعو ونحنا اون ريكوموند دو توت لي فاسون انهم يعملوا فاكسان تاع غريب كل عام واضح ما نعرفش اذا كان عندك اضافه ولا نصيحه تقدمها دكتوره ما نطولوش معاك لانه قلنا ناخذوك في 10 دقائق حسب الاتفاق ما نحبش نطول عليك برشا اذا كان عندك نصيحه نجم تقدمها اللي يسمع فينا توا اكيد كوقايه والا بالنسبه للمرضى اللي عندهم السيدا شنو نجم نقولوا انا نجم نطمن الناس انه مرض السيدا ما يتعباش بالحياه اليوميه مش بسلام ولا بالكلام الا بالعلاقات الجنسيه واضح. غير المحنيه وإلا بالزرق دونك ننصح الأباء والتجار أنهم يؤثوا على صغارهم من حكاية الدغاق وبالنسبة لأي واحد يحب يعيش حياته خاطر نحن مناشي أئمة متاع الجامعة اللي يحب يعيش حياته يحمي روحه خاطر يحمي روحه يحمي غيره أمنتا واضح إذا كان باش يعمل علاقة نقوله خير خارج إطار الزواج وإلا معناها يحمي روحه في النهاية في كل الحالات في كل الحالات البريزرفاتيف يجب يكون موجود باش هو يعيش حياته اذا هو يديزير لو فير من غير ما هو يخاطر لا بحياته لا بحيات غيره
وأملتا نحاولوا نحمي صغارنا قد ما نجمو أن لوغ كونسيان دو سو بريمونيغ كونتر لا توكسيكومانيزي. نعم شكرا لك دكتورة ريم عبد الملك طبيبة مختصة في الأمراض الجرثومية على حضورك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية عبر الهاتف في المجلة الصحية. سعدنا بهذه المصافحة وما قدمته من معلومات أكيد ستفيد المستمعين. شكرا لك. شكرا لك وإلى اللقاء. نرجع للدكتورة هيفا بن مريم مختصة في الأمراض النفسية والاضطرابات الجنسية عضوة بالجمعية التونسية للطب الجنسي. دكتورة احنا سمعناك انت قبل وسمعنا كذلك دكتورة ريم عبد الملك تتحدث قالت ينجموا يعيشوا حياتهم عادية ينجموا يجيبوا صغار إلى غيرك. كيفاش معناه يقول لك مريض بالسيدا ونعرف السيدا معدية تم كان عن طريق تم عن طريق الحقن هذية وإلى العلاقات الجنسية كيفاش ينجم كما قالت الدكتورة الإنسان اللي يفيق بروحه عنده سيدا ويمشي عادي وياخد معلومة كاملة وياخد دواه بانتظام يولي المرض السيدا ماهوش مرض قاتل أما مرض مزمن. مش معناتها معناها تقول عبد عنده مرض السكر مرض الدم اللي هو كل يوم شيخ الحرابش كل يوم يدق زريقة الانسولين مثلا معناها يولي المرض المزمن يتعايش معه. هذا صحيح اللي هو صعيب من اللون ويحب باش ينجم القبول متى المرض صحيح ياخو وقته أما مع الإطار الطبي مع السوتيان فاميليال ومتى الإطار الطبي ينجم يقبل المرض يقبل المرض متاعه ويولي ينجم يقبل الدواء متاعه اللي مش ياخذه مدى الحياة نقوله احنا. شنو سمحني قالت قوي شوية ولا صعب شوية الدواء معناها ممكن يأثر يخليه تاعب مثلا عنده كما أي دواء عنده أعراض جانبية صحيح هو قوي شوية علاش على خاطر الفيروس ديجا الفيروس يمس المناعة معنى احنا طبش نقضيه على فيروس يمس المناعة مش نطلعه في المناعة. شنو هو الهدف منه الدواء هذا الهدف منه اللي هو نقوله احنا شارج فيرال معناها الكونسنتراسيون تاع الفيروس في الدم تنقص على الاخر معناها يولي الانسان ماهوش معدي برشا ومن ناحيه اخرى يطلع في التو دو سي دي 4 لانفوسيت سي دي 4 معناها يقوي المناعه سي دي 4 سامحني هكا مش معناها اللي عنده اللانفوسيت طايحه الكل معناها ينجم يكون عنده اللي فيه برشا امراض ينحيوا ينجموا ينهبطوا المناعه اما كيما قلت لك معناها حتى توا في لي زيكزامان نتاعهم معناها بيريوديك اللي يعملوهم الاشخاص اللي عندهم السيدا هذوما زوج حاجات لي دو بارامتر اللي يقيسوهم فهمت معناها كي يوصل عبد عنده شارج فيرال معناها الكونسنتراسيون تاع الفيروس في الدم انديتكتابل احنا نقولوا معناها ما نجموش ما تظهرش الانسان هذا شنو معناتها معناها الانسان هذا كي مش يمشي يخدم عادي يخرج يحوس عادي يعمل عادي ما يحس بشيء ما يحس بشيء صحيح كو مش ياخذ يقعد ياخذ في الدواء فما اعراض الدواء نجم تصير له صحيح مش يقعد بيريوديكمون يمشي يجبد الدم في السبيطار لازم يمشي كل 3 ولا 6 شهور يقابل طبيب معناه فما حاجات هذوما من الحاجات هذوما موجودين مع اي مرض مزمن معناها فهمت معناه مش خاصه بمرض السيدا صحيح اي حاجه باش تصير له اي جرثومه اخرى باش تصير له ممكن يخاف تصير له غريب ممكن يخاف اكثر من العبد الاخرين ممكن يقعد اكثر وقت مش يداوى مش يبرا اما يداوى اما يداوى اما حتى كان يبدا عنده غريب يداوى بيان سور واضح اي خاطر يقول لك معناها كيما قلت لك معناها توا مع ظهور الادويه ما عادش نحكيوا على ولد الملادي كرونيك اش معناتها معناها ولي نحكيو فما امل الحياه ليسبيرونس دو في كثرت نتاع الاشخاص اللي عندهم السيدا معناها ولينا نحكيو على جوده الحياه مش على مش على الحياه معناها على جوده الحياه بما في ذلك العرس الصغار السبور الخدمه الحياه الجنسيه. النقطه هذه مهمه دكتوره جدا بانك مختصه في الامراض النفسيه والاضطرابات الجنسيه شنو الاضطرابات اللي ممكن تصير بين زوج مثلا امراه عندها رجلها ولا العكس شنو نجم يصير بين الكوبل هذول هو في اللول كي عبد يفيق بروحه اللي هو عنده سيدا يصير له نفور من العلاقات الجنسيه خاصه وقتها تصير الكونتاميناسيون تصير بار فوا سيكسويل معناها تعدي عن طريق الجنس اكثريتهم تصير لهم كل النفور الجنسي ما عادش اللي عنده اللي يحسوا متسبب في العدوى هذيك من اللول اللي يبدا عنده نفور جنسي نجم يقعد جمعتين كيما يفهم عبيد يقعدوا على طول معناها خاصة النساء اللي رجالهم
عداوهم عن طريق الجنس. أكثريتهم يوليوا عندهم كي النفور الجنسي أبسينانس سيكسويل توتال اللي هي تتنجم توصل حتى ل 60% من السيد. أنت يعني دكتورة عملت دراسة كاملة خاصة بالموضوع هذايا ويمكن تفيدنا معناها بالحق تأثر على العلاقة الجنسية بين خاصة المتزوجين. صحيح. بعد وقت تصير لاكسبتاسيون دو لا مالادي وكل شيء، فما مثلا نحكيو احنا رجال وحدهم نساء وحدهم، رجال فما برشا عباد عندهم الشهوه الجنسيه تنقص واللي عندهم مشكله في القذف يعني. هذه معناها الجانب النفسي ولا الجانب العضوي؟ هو دو الجانب النفسي خاطر اكثريتهم تلقاهم عندهم لانكسيتي ولا ديبرسيون، وزاد العضوي تلقاهم عندهم دي تروبل هرمونو، تلقاهم عندهم دي تروبل نورولوجيك، معناها برشا عوامل معناها ملتي فاكتوريال هال ديسفانكسيون سيكسويل احنا نسميهم في الاضطرابات الجنسيه عند الاشخاص اللي مرضى بالسيده يعني. لي تروبل سيكسويل في لي زيتود كلهم بين 20-60% يعني عند الاشخاص اللي عندهم السيده، اكثريتهم اللي هي نقص في الشهوه الجنسيه. يقول لك وإني مش نتلهي بصحتي، معناها بالنسبة لينا أمريكا حاجة ثانوية ما يفكروش فيها. فوالا ألوغ كو ليه معناها خاطر مع الأدوية وكل شيء ولات هي حاجة، خاطر الإنسان خلف الصحة النفسية والصحة البدنية يعني فما الصحة الجنسية اللي هي مهمة ياسر. فهمت ثلاثة حاجات هذوما ضروريين ضروريين في الحياة واضح. يعني أما ساعات يقول لك أنا طوعتني صحتي لاباس معناها ما عندي حتى شيء. قلت اللي مرضى بالسيدة دا ينجم يجيبوا صغار كيفاش دكتور؟ كيفاش كيما نقولوا احنا كي تبدا شارج فيرال انديتكتابل معناها يوليو الفيروس مش موجود في الدم، نقولوا احنا ماهوش هو حامل يعني حامل للفيروس ماهوش فوالا معناها فماش ما يتحركش ما يدورش في الدم معناها ينجم مع البارتنير نتاعو يتفاهموا، هذا كل لازم في اطار طبي يعني لازم الطبيب نتاعو على علم اللي هو يحب يجيب صغار مع الطبيب مختص في الامراض النساء والتوليد. هذا كل لازم معناها بروغرامي نقولوا مش سهله الحكايه معناها بكل بساطه يقول مش بساطه معناها اما كي يعمل لي زاناليز نتاعو ومرته تعمل لي زاناليز نتاعها ولابس عليهم وكل شيء نجمو يجيبوا صغير معناها ماهوش مريض بالسيده يعني فما إمكانية ويبدأ لبس عليه. بالنسبة للي عندهم مشكل احنا برشا يقولوا اللي معناها كوبل متزوجين الزوز عندهم حاملين للفيروس ولا عندهم السيدا ويستعملوا في الدواء الثلاثي وإلا يداويو، يقول لك احنا مرضى الزوز يعني عادي يقوموا بعلاقة جنسية غير محمية. هذا خطأ كبير خاطر لي فيروس ديفير معناها من عبد العبد، معناها ديما احنا انسيست على لازم العلاقة الجنسية تكون محمية. إن فوا هما تاو ياخذوا في دوايتهم كل شيء وشارج فيرال انتيتكتابل نجم تصير معناها اللي هي علاقه جنسيه مش محميه، ما احنا ديما نقولوا الوقايه لازم ديما علاقه جنسيه محميه. علاش؟ خاطر الفيروس يختلف من بدن لبدن من عبد لعبد، معناها انت مرتك تنجم تعدي لها الفيروس النوع نتاع الفيروس نتاعك خاطر هما يعني مش مختصه برشا في الامراض يولوا زوز فيروسات معناها ديفيرون، فما زوز انواع صغار فما ديفيرونس صغيره شويه فهمت واضح حسب واحنا بكري شويه قبل ما ندخلوا للاستوديو سالتك معناها قلت لك دكتوره بربي نجم مثلا واحد هو عنده السيدا ينجم يتزوج واحده ما عندهاش سيدا ولا العكس هي عندها سيدا تنجم تتزوج واحد عنده سيدا، هل ممكن هذيا ويعيشوا عادي وكيفاش؟ هذا ممكن هذا اختيارهم معناها من اللي ممكن هما حبوا بعضهم واختاروا اما لازم ديما نأكدوا على حاجة معناها لازم الزوج ولا الزوجة اللي يبدأ مريض لازم يكون صريح مع الطرف الآخر يعني كله. لازم يقول له معناها ما يزمش يدرق عليه خاطر هذا يختار معناها مش يعدي عبد وينجم يجيبوا صغار معناها مع الاحتياطات الكل اللي قلنا عليها الدواء والمواظبة والمواظبة على الدواء مواظبة على الطبيب وكل العلاقة الجنسية مش تكون محمية معناها. تو شفت مثلا في اليوتيوب وقت عملت اليوتيوب نتاعي شفت برشا نساء تحس نقص المعلومه معناها تقول لك اي عرست بيه ونعرفوا اللي هو عنده سيدا وقلت له ما تحطش بريزرفاتيف معناها تجي تقول علاش تقول لها علاش تقول لك ما يعرفوش وهي ماهيش مريضه معناها وهي من لونها ماهيش مريضه بعد تعديل اكيد صحيح اكيد تعديل معناها بالعلاقات الجنسيه غير محميه معناها نقص المعلومه في تونس توا بدات تتحسن هذه الاشكاليه اكيد هذه دور الاعلام وكذلك دور الجمعيات ايضا لانه دورها مهم جدا ما نحبوش احنا نتحدثوا على
سيدا ولا على أمراض كان في اليوم اللي خاص بها. أكيد مهمتنا أيضا أن نتحدث عليها على امتداد السنة. احنا تحدثنا من الأول على تأثير المرض هذي على نفسية المريض. بالنسبة للعائلة شنو دور العائلة؟ كيفاش يلزمنا نخذر المريض هذيك؟ هل بالفعل احنا نخافوا منه ونرفضوه إلى غيرك؟ كيفاش نجم نتعرف؟ شنو تنجم تقولهم دكتور؟ بيه. الحاجة الباهية كما قلت أني في تونس احنا عندنا النوسيون دو فامي، معناها حس العائلة مازال دونك اكثريه المرضى بالسيدة يعني مازالوا يعيشوا في عائلاتهم. يعني سي سور من الاول العائلة ماهيش باش تقبل مش ترفض مش يصير لها كشك، اذا ما نجموش نلوموها عليها على خاطر السيدة بالنسبة لي لهم مرض بشي واحد بشي يموت. دونك معناها فما صدمة من الاول اللي هي من بعد تنجم بالمعلومة كما قلنا بالتحسيس وكل اللي نجموا يوليوا إلى أكسبت سا. وهذه مهم يسر خاطر نظرة المجتمع هي اللي تأثر على نفسية المريض. يعني كي يتقبلوا العائلته يحس العبيد مقابلينه العبيد ما هوش ديسكريميني، معناها العبيد ما همش رافضينه معناها يمشي نجم يمشي يخدم في مجتمع يعرف اللي هو عنده سيدا ما غير ما العبيد تخاف لا تصافحه تخاف لا تبوسه تخاف خاطر معناها مرض السيدا ينتقل عن طريق الفلويد نحن نقوله كوربور معناها أما بالدم ولا بالعلاقات الجنسية يعني ولا بالحقن يعني. يعني ما يتنقلش كي واحد يسلم عليه ولا يفطر معاه ولا يأكل معاه هيك حاجة عادية. بي دكتور شنو النجم نقوله للمرضى ولا ما همش مرضى للوقاية ولا نفسيا خاصة المرضى الجدد كيفاش ينجموا يتقبلوا المرض هذا؟ نصائح يعني عامة نقدموها لهم. دونك فما زاد دور الطبيب المختص في الأمراض الجرثومية اللي هو لازم يحكي مع المريض، لازم يحسوا اللي هو مرض ولا مزمن اللي هو فما لي سوليوشن موجودين. ولازم زاد كي يحس للعبد ماهوش قابل ولا فما دي سيني صغار متاع كآبة معناه عبد حزين أكثر من لازم ولا عنده نظرة تشاؤمية للمستقبل نظرة تشاؤمية روحه نقص الثقة في روحه كل ماذا بينا كان يعدي بسيكولوج وما يظل في رابطة فما بسيكولوج ولا طبيب مختص يعني بسيكياتر. مش هكي كان تكون البريزون شارج نقوله احنا جلوبال مش بريزون شارج كان على حكاية السيدا وشارج فيغال والسيفيكات والدويات يعني نهزو ولا جانب النفسي جانب الجنسي يعني الجوانب الكل اللي مو بها مش حتى المريض بيدو خطر حتى يبدأ العبد عنده ديبريسيون يولي ما يقبلش الدواء فهمت معناه يتولي ما يتزوجش معناه نقوله ممكن ما يقبلش ولي ما عاش يحب ياخو معناه يقول لاني مش نموت مش نموت ليش ناخو فيه معناه يولي كيستيرتي الفيسيو نقوله احنا هو ما ينجمش ديك الدواء ما ينجمش يخرج منها كان عبد معناها لازمو بريزون شارج سبيسياليزي حتى كاملة. باهي دكتورة في الاخر فما ممكن في العائلات فما شكون ما يقولوش يبداو مرضى ويخبوه على عائلاتهم. احنا حدثتنا الدكتورة ريم عبد الملك على الأعراض قلنا ممكن بفتام جرين الجوف قلة الشهية الضعف أمراض الرئوية مرض الصل الفطريات القشرة برشا في الوجه ربما راهو هذو ما ينجموا يجيو أعراض نتاع أمراض أخرى أكيد. أما ممكن مع عبد مع يعرف روحه اللي هو مثلا السانجيك دي دغ إذا كان عنده علاقات جنسية برشا برا عمل علاقات جنسية مشبوه فيها مغير وقاية فهمت وصارت الأعراض هذه لازم يمشي عادي هذوما واضحين الأعراض هذوما قلنا إذا كان عنده المسببات. بالنسبة للأعراض النفسية خلينا نذكروا بها إذا كان إنسان عنده يعرف المرض هذا كيفاش عائلته تنجم تعرف الديبريسيون هل تظهر ولا ما تظهرش ولا ديبريسيون سي سور باش تظهر معناها العبد يولي يتبدل نقولوا احنا يولي كئيب ينعزل الحاجات اللي كانت تعطيه لوي بروكور دو بليزير معناها كي يخرج يعمل جو يشرب قهوه ما عادش عينته ما عادش عنده القابليه باش يقابل العباد ما عادش عنده الاحساس ولا يولي عنده نظره تشاؤميه لروحه يحس بروحه خايب ما عادش عنده ثقه في نفسه يحس بال ما عندوش نظرة مستقبلية متشائمة جدا يعني فيزيون نوار معناها نقولوا احنا فهمت معناها الدنيا كحلة قدامه بون هذايا في ستاد ما عادش عندها معنى الحياة فوالا ما عادش عندها معنى في ستاد ايفولوي اما من الاول فما الابتسيني يولي هكا منعزل كيما قلت لك الشعور بالحزن يبكي اكثر من لازم يولي عنده اضطرابات في النوم
ولا العكس فما شكون ياكل برشا يولي ولا العكس ما ياكل الكل. هي سي فري كي قلت الشهيه وكل شيء هذوما زاد من اعراض الامراض السيده معناها بخلف الديبرسيون معناها فهمت فما برشا اعراض الاستيني معناها يحس بروحه فاشل وكل شيء نجم تكون اعراض من اعراض امراض السيده كيما تكون من الديبرسيون فهمت وتنجم تكون اعراض اخرى معناها عندها علاقه بال دور التوعيه يعني ودور زاد الطبيب المباشر ديريكت نتاع الطبيب المباشر نتاع نتاع الباسيون فهمت نتاع المريض اللي هو لازم هو زاد يحكي معاه ولازم يشوف الحالة النفسية متاعه وكان فما مشكلة يولي يحلو على طبيب مختص يعني. نعم شكرا لك هذا هو ممكن نجم نحدث فيه على الموضوع هذي خاصة الموضوع النفسي والجنسي. شكرا لك الدكتورة هيفا بن مريم طبيبة مختصة في الأمراض النفسية والاضطرابات الجنسية. ذولي ما زال عندك إضافة على الجمعية التونسية للطب الجنسي حبيت نقولهم اللي هو احنا عنا باج فيسبوك هي جمعية تونسية للطب الجنسي أو سوسيتي تونسية دو سيكسولوجي كلينيك. عنا إيميل ينجموا نتواصلوا بي sexologie.tunisie@gmail.com وعنا زي نعودوا بالإيميل sexologie.tunisie@gmail.com واضح. وعنا زيدا اون شين يوتيوب اللي هي سيكسولوجي تونيزي والباج ويب ان تران دو سفير ان شاء الله ان شاء الله اكيد. هو التحيه لكم انتم جمعيه جديده وتبارك الله ناشتين. شكرا لك شكرا خليني نقولها للدكتور طلال البدري المكلف بالاعلام اللي عاوننا كذلك في الموضوع هذايا في موضوع السيدة. شكرا لك مره اخرى الدكتوره هيفا بن مريم طبيبه مختصه في الامراض النفسيه والاضطرابات الجنسيه. كنا نتحدث على السيدة الوقايه من عمر خاصه الدروغ والعلاقات الجنسية محمية لازم تكون محمية. شكرا لك دكتورة مرة أخرى. تحية المستمعين انضموا لنا لقاءنا مازال متواصل حتى حدود الساعة 5:00.